مرحبا، يسعد اوقاتكم. اهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة معي. اليوم رح نعمل مع بعض اليوم كوكيز بجوز الهند او كوكونات كوكيز. طريقة جدا سهلة، مكوناته جدا بسيطة، كمان بدون بيض. فالناس اللي عندهم حساسية من البيض ممكن يعملوا هاي الوصفة وبكامل الطعم الطيب وكمان المكونات البسيطة والسهلة. خليكم معي نهاية الفيديو تعرف على تفاصيل الوصفة، خطوات العمل وكمان المقادير. خلينا نتعرف على المقادير. مقاديرنا جدا بسيطة. بداية رح أحتاج كوبين من الطحين، رح أحتاج كوب من الجوز الهند. جوز الهند أنا شوي برشته، رح أفرجيكم جوز الهند للبنات اللي عندي بيستخدموا. أنا بستخدم دايما الجوز الهند هذا اللي هو unsweetened coconut، ممكن تلاقوه بأي محل. طبعا هو ما بيحتوي على سكر، مجرد بحطه بس بمحضرة الطعام وبطحنه شوي وبيطلع من أطيب أنواع جوز الهند اللي ممكن تلاقوها هون عنا بأمريكا. فطحنته شوي وراح استخدم منه كوب بوصفتنا لليوم. ف مثل ما قلت لكم، كوبين من الطحين، كوب من جوز الهند المطحون، بالاضافه لكوب من الزبده. للبنات اللي دائما بيسالوني عن نوعيه الزبده اللي انا بستخدمها، ما بهتم بالبراند قد ما بهتم بالزبده نفسها. فأنا اليوم رح أستخدم هذا البراند الهولاند أوليكس. فالمهم تكون عندك unsalted butter، يعني دايما لازم تكون الزبدة غير مملحة للحلويات، للمعمول، لأي حلويات بستخدمها. فدايما بتسألوني عن نوعية الزبدة. طبعا الزبدة عندي كوب من الزبدة أخذته بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عندي كوب من السكر البودرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. فهاي مقاديرنا اليوم، وخلينا نشوف طريقة العمل. طبعا الزبدة بدرجة حرارة الغرفة قطعتها مكعبات وراح أضيفها بالخلاط. في حال ما عندك خلاط أو ما عندك كيتشن ايد أو ما عندك عجانة، بكل سهولة بتقدري تعمليه بالإيد أو بالخلاط الكيك العادي. فراح أخلط أول شي الزبدة، وهلأ راح أضيف عليهم كوب من السكر. طبعا في حال مش متواجد عندك زبدة بتقدر تستبدلي الزيت النباتي بالزبدة، بس أكيد طعمة الزبدة راح تعطيك النكهة أطيب. فراح أخلط هلأ الزبدة والسكر مع بعض لحتى يعطيني قوام كريمي. طبعا لا تنسوا أنه بعد الخفق بشوي تقلبوا المقادير لحتى نضمن أنه تقلبت كل المقادير مع بعض. هلا بتخلص من مضرب السلك وببلش اضيف المواد الجافه. راح اضيف كوبين من الطحين. طبعا الطحين اللي استخدمته متعدد الاستخدامات، وهلا راح اضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر. راح اخلطهم مع بعض. وحنزل عليهم هلا كوب من جوز الهند. راح اخلط هاي المقادير مع بعض. طبعا في هاي المرحله بتقدر تعمليهم بايدك او باي سباتشولا عندك. فهيك خلصت عندي هذا، بدي اياهم بهذا القوام، بتتشكل معاكي بسهوله بهالشكل. راح احطهم بصحن واحطهم بالثلاجه تقريبا 10 دقائق، بعدين بشتغل فيهم. بعد ما حطيتهم بالثلاجه عندي هون كميه من جوز الهند، راح ابلش التشكيلهم. تشكيلهم مش بسيط جدا، راح اعملهم بهذا الشكل وشكل دائري. راح اغمسهم بجوز الهند بهالشكل واحطهم بصينيه الخبز. طبعا الفرن عندي على 350، راح ياخدوا معاي من 10 دقائق لربع ساعة لخمستاشر دقيقة تقريبا لحتى يصير لونهم ذهبي وياخدوا اللون الحلو وبيكونوا معاي جهزوا. طبعا الفرن لازم نكون مجهزينه من قبل، محميينه على 350 فهرنهايت. هلأ بعد ما كملنا تشكيلهم راح أحطهم بالفرن 10 دقايق بعد الخبز. طبعا ما تتصوروا قديش ريحة البيت حلوة. راح نتركهم يبردوا تماما لأنهم أول ما يطلعوا من الفرن بيكونوا شوي طرايا.
بعدها بحطهم على الشبك لحتى يبردوا تماما بدون ما يعرقوا، بدون ما طبعا ريحة البيت بتكون تشهي، بسكوت جدا لذيذ مقرمش وطعمه كتير طيب، مكوناته جدا بسيطة موجودة بأي بيت. هاد هو قوامه من جوا، بيقرمش كتير ولذيذ جدا، ومن أطيب أنواع البسكوتات اللي فيكم تعملوها بالبيت لأطفالكم. لهون بتكون وصفة خلصت لليوم، لا تنسوا اللايك والشير للفيديو، واستنوني وانتظروني بفيديو جديد إن شاء الله وبوصفة جديدة، ويعطيكم ألف عافية.